ذلك ولا تستبعدوه، لأنني فعلا جئت إلى هنا وفي نيتي تعليمك. صحيح أن بينكم من يعرف أكثر مني، ولكن اعذروني إذا أكدت وقلت بأنني جئت إلى هنا وفي نيتي تعليمك. وبسبب الأمر الذي أود تعليمكم إياه، ستركبون أفخم السيارات، وإذا أصغيتم إلي جيدا وحفظتم الدروس بشكل متقن، تظل جيوبكم منفوخة ومركزكم الاجتماعي كبير. اسمي عادل مصطفى. بدأت حياتي كأي مثقف وخريج. فقد كان والدي رحمة الله عليه يعمل سائلا. أي أن الفقر كان من نصيب عائلتي. لذا كان لزاما علي أن أعمل صيفا حتى أنفق على دراسة الشتاء. وهكذا حصلت على شهادة الدراسة الثانوية، وبعدها درست الحقوق وتخرجت عندها. تقدمت إلى أول مسابقة تعلن عن وظيفة فرسبت، لأنني حينها كنت مواطنا شريف. وبالصدفة ولحسن الحظ وقع أمامي حدث سيء أنقذت من خلاله أحد المصابين وكان عجوزا. لا تقلق لا تقلق، فإن صحة الوالد مستقرة. شكرا يا دكتور. عفوا عفوا عن إذنك، لدي حالات طارئة، خمس حالات طارئة. حسنا بعد الغداء. مرحبا يا أهلا وسهلا. هل أنت السيد عادل مصطفى؟ نعم. لقد حكى لي الدكتور عن كل شيء قدمته لوالدي، عن شهامتك وإنقاذك وعن تبرعك بالدم. هذه مروءة، لقد أنقذت والدي دون أن تعرف من هو. شكرا لك يا سيد. وأنا أرى ثيابك قد ترسخت بدمائه الطاهرة. واضحة. وضوح الشمس يا عادل، وضوح الشمس. اسمع يا عادل، لقد أصبحت مجنى وفينا. خذ البطاقة، تأخذها إلى محل اسمه بيت النبلاء، تعطيه البطاقة فيعطيك أجمل الثياب. سيدي بيت النبلاء. لا تقلق يا عدولة، لا تقلق. قلت لك لقد أصبحت منا وفينا، ستتصل به وأنتقي لك على ذوقي باثنتين ثلاثة. لا 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 أريد أي شيء يا سيدي، لا أريد سوى سلامتك. لا يا عادل، قلت يجب أن تكافئ. سأنتظرك في الساعة الحادية عشر صباحا بمكتبي، وستجد اسمك بمكتب الاستعلامات يا عادل. وفي اليوم التالي ذهبت متأنقا إلى مكتبي. جبير جبير، اطلب تمنى يا رجل. أريد وظيفة. أين؟ اكتب اسم الدائرة فقط. أي وظيفة يا سيدي، حتى ولو كانت في أقصى البلاد. أي وظيفة يا سيدي. غالي والطلب رخيص. خذ وهبناك الوظيفة. وهنا ينبغي عليك أن تساير الجميع لكي تكون
شعبية. وطبعا يا شباب يجب أن ننتبه لهذه الخطوة. نعم. فالمرأة في مجتمع لا يعطيها حقوقها ويعاملها بقسوة ويحبسها كحيوان داخل أربعة جدران، إنها بذلك تصبح عاملا معيقا لنمو المجتمع. هل تعرفون لماذا؟ طبعا طبعا، لأنها في هذه الحالة ستصبح مستهلك والاستهلاك عامل معيق. طبعا طبعا. لذا فوجود الكوادر النسائية في الشركة أمر مهم ويجب أن ندعمه كتقدميين. وبوجودهن سوف نتنافس على حبهن، وبالخصوص الأنثى ذات القوام الجميل. لا 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 لا، هذا أمر ينبغي أن نحافظ عليه حتى تنجح التجربة. يجب أن نعاملهن كما نعامل أخواتنا، فالمرأة نصف المجتمع، وأن تحرر هذا النصف فعلى المجتمع السلام. فلتتحرر، هذا أفضل. إن الله جميل ويحب الجمال، وبالخصوص الأنثى ذات القوام الجميل. الأنثى ذات القوام الجميل وردة. وردة يا أخي، وردة يجب أن تشتم. اخرس، أنت معقد ورجعي، ويجب أن لا تكون مع هؤلاء الجماعة. عادل، لذا فأنا أنسحب. هذا لا يحتق أحد يا سيد. لماذا أغضبته؟ إنه جاد جدا، أنا كنت أزعج فقط. إن الأستاذ عادل من طينتنا تقدمي، ويجب أن ندعمه كي يرشح نفسه بالنيابة عنا في الانتخابات. ولكنه جديد. أفضل من أن يكون عضو من أعضاء اللجنة النقابية، أحد هؤلاء المتشددين. افهم يا رجل. انتظر انتظر. استغفر الله، وجود المرأة بيننا أيها الأخوة شيء خطير. استغفر الله. استغفر الله. بلغ يا أخي، بلغ بلغ أولا نستطيع له ردا. ومن قال لك ذلك؟ نتكلم في وجه دخول المرأة إلى العمل، ونتكلم في وجه الأمور التي تخالف الشرع والعرف. كيف أتاك الله؟ الدولة سمحت بتوظيف اتحاد العمال أن يعمل في المصانع والمعامل كلها، واللجان النقابية لها رأي في كل الأمور التي أثرتموها الآن، والانتخابات حق أنتم تتجاهلونه دائما. دائما؟ نعم دائما. أنا شخصيا رشحت نفسي، ويجب أن أرشح غيري من هذه المجموعة المؤمنة لكي نقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص لوجه الأمور التي تبناها هؤلاء الملحدون. ليون، كلامه خير. طبعا. على سبيل المثال نبحث، موضوعنا موضوع المرأة. المرأة من ها؟ المرأة نصف المجتمع، وإن فسد هذا النصف على المجتمع السلام. يا سلام. لماذا تتوظف المرأة ها؟ لماذا تتوظف لكي تفسد؟ صدقوني أيها الأخوة، المرأة تظهر عند أصر وبنصف عقل ودين. أي والله، هذا المخلوق الذي اسمه المرأة يجب أن يبقى في المنزل. في المنزل؟ لا، في البيت. صدقوني أيها الأخوة، المرأة يجب أن تكون وفية لزوجها، مربية لأطفاله. فما فائدة حلالك الذي خلقه الله لك؟ ما فائدته إذا نظر إليه القريب؟ استغفر الله، استغفر الله، جهنم وبئس المصير. نعم يا مولانا، فأنا كحقوقي أقول إن المرأة عندما تذهب إلى العمل تكون بعيدة عن أطفالها الذين يكفرون وهم يتعرضون للانحراف. استغفر الله، استغفر الله. صلاة استثناء، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله، ما شاء الله، متحدث. دورا ما شاء الله، كلامه دورا. يجب أن ندعمه بالانتخابات. نعم نعم. نعم لحقوق المرأة. نعم لحقوق المرأة. نعم لحقوق المرأة. مرحبا يا شباب، قبل ان تنصرفوا
نريد مناوبين لفترة عطلة العيد. حرام! وجود المرأة بيننا حرام! وجودك بيننا حرام! ماذا سيدي؟ مناوبة العيد! آسف يا سيدي، سأذهب إلى الحاج مع زوجتي وأبنائي. الجميع يرغب في السفر. نعم. ماذا أفعل أنا؟ ها؟ والاستخارة. سأصليها على قرار فصلك. اسمع، سأذهب لمدير الفرق وأشرح له أمرك، فإن وافق مع السلامة. وإن أنا لدي أمور يجب أن أعطيها، فهم؟ يبدو أنك لا تفهم. ستناوب، يعني ستناوب، والله ستناوب، وإلا فصلتك أنت وهذه الحشرة التي وراك. طيب، ماذا؟ بين موظفي الفرق، لماذا قتلني أنا بالسهم؟ ماذا أفعل يا أخي؟ ماذا أفعل؟ الجميع يرفض المناوبة. اذهب لمدير الفرق واشرح له أمرك. عدل، أريدك أنت أيضا. أنا تحت أمركم وأمر مدير الفرق. متسلم. منافق. يعني موافق؟ طبعا، هذا واجب يا سيد. بارك الله لأمثاله. مناوبة في يوم العيد. أيتها السيدات والسادة، سأتابع لكم درس الطاعة العمياء وسأعطيكم من دار الحي. لو سمحت وقع. حرام يا سيدي، لا وقع على أشياء لم أرها ولم أعرفها ولم أرها أمامي. طيب شيخ، خذ البصر عنها. لا يجوز، لا يجوز، حرام. لا توقع يعني؟ لا يا سيدي، حرام. طيب انصرف. سيدي جزاك. هذا موقف أحد العاملين في الشركة. نعم يا عادل. نعم يا سيدي. أنا الذي طلبته. تفضل يا سيدي. باختصار. نعم. لقد اشتريت بعض البضائع وبشكل مهرب حتى يمشي الشغل. جميل. وذلك طبعا لتجاوز العقبة البيروقراطية. جميل جدا. وأود منك يا عادل أن توقع على استلامها. أرجوك. سأخرب بيتي. لا لا يا سيدي. أبنائي سيتشردون. لا يا سيدي. أرجوك. لا يا سيدي. أرجوك يا رجل. ألا تفهم؟ أرجوك. بقلمي. بخدمتك دائما. ومن بعدها صدر الأمر الإداري القاضي بتكليف رئيسا للجنة المشتريات في الفرع الذي يعد من أكبر فروع الشركة. الدرس الثالث، الرزالة. الرزالة يعني أن تثقل نفسك في الوقت المناسب. فصحيح أنني كنت مطيعا للرؤساء، ولكني لم أكن مطيعا طاعة العمياء. عادل. نعم يا سيدي. عادل. نعم يا سيدي. عادل. عادل بني، أنت هنا وأنا أبحث عنك. لماذا يا سيدي رئيس الديوان؟ شباب. ماذا هنا؟ لقد اختارك المدير كي تحمل على الأكتاف وتقود العمال خلال المسيرة التي ستقام غدا بمناسبة عيد العمال العالمي. هذا هبوط يا شباب. أعتذر يا سيدي، أعتذر. تعتذر؟ نعم يا شباب. والرجل ماذا؟ من المؤكد أن هناك ظروفا قاهرة تمنعك من المشاركة بالمسيرة، أليس كذلك؟ تسلل. هبوط يا شباب. طبعا سأشاهد. جميل. فأنا رئيس اللجنة النقابية. جميل جدا. ولكن لن أهدف ولن أحمل على أي جهد. ولكن يا سيد المدير. لماذا تفعل هذا؟ هيا عادي سيد. هذا ليس من طبعي يا سيد. مدير الفرع هو الذي اختاره، وأعرفك مطيعا لمدير الفرع. سيد، مدير الفرع على العين والرأس، وفي هذه الأمور لا أنفذ حتى ولو طلب مني المدير العام نفسه. حسنا، فهمت عليك. سنجد غيرك لهذه المهمة. ما لديك؟ إبراهيم، أنت هنا وأنا أبحث عنك. شباب. ما إبراهيم يا عفية. وهم كثر. الدرس الجديد وعنوانه طويل.
وذهبت إلى ذلك المكان العام قبل موعد حضوره بربع ساعة. مسيو؟ لا 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 ماذا تريد؟ مسيو؟ ماذا تريد؟ يا سيدي يا سيدي ماذا تريد أن تطلب؟ نعم أين تعمل التعامل؟ مينيو؟ نعم تفضل يا سيدي. شكرا لك شكرا شكرا. نعم خروف محشي. خروف محشي 255 صدر دجاج. صدر دجاج 195 ديك رومي. ديك رومي 175 سلطة كافيار. سلطة سلطة كفارة توم سلطة في 100 لماذا؟ سلطة كفار. مشروب غازي في 30. مشروب غازي كيف سيأكل هذا الإنسان كل هذا الأكل؟ مشروب روحي بـ10. ماذا تسجل؟ سجل طلباتك يا سيدي. هذه هذه الطلبات. حاضر حاضر بجنبكم المحل. لدينا مجانا. أعطنا ثلاثة أكواب ماء. هيا بسرعة هيا. Hey!
وبعد هذه الليلة تعال صديق المدير إلى مربع ليلي آخر بدوره. تعال المدير للمرة الثالثة، وهكذا تتوالى العزائم والولاء. هيا يا حبيبي. هيا أفضل بركي وخيصة. لم يقبلني. أول لقاء يا عادل، أي خلة من أول لقاء هذا؟ لعبتها أول لقاء. آسف، أثقل من هكذا يا جناس. العاملين يلطفوا يا جناس. هيا معي. إلى أين؟ إلى الشقة. الفندق. هيا. ومن البداية حسبت المعادلة التالية، وهي كيف يمكن لهذه السهرات والتقربات بأن تستمر. الصداقة منفعة متبادلة، وهنا وجدت الحل. آه يا رأسي، لعنك الله يا عادل على هذه السهرة الرخيصة. مصطفى، قهوة. آه يا رأسي. مصطفى، قهوة. مصطفى، مرحبا سيد المدير. أهلا عادل. سيد، أريد منك أن تقطع الكتابة الآن، لأنني أريد أن أقول إليك حديثا مهما. ويجب أن تعلم بأنني أقول هذا الحديث ليس من مبدأ النميمة، لا، إنما لواجب الصداقة فقط. شوقتني لمعرفة هذا الحديث. وهناك شرط آخر، وهو أن لا يعرف أحد أنني أنا الذي نبت. عادل، ما هذه الشروط التي تضعها؟ لا تغضب يا أستاذ عمر، فهذا الكلام عرف مصدره سيضعني في موقف حرج أمام أعضاء اللجنة النقابية. تعال. اللجنة النقابية؟ نعم، وأمام المدير العام. المدير العام؟ نعم، فعندما طالبت اللجنة النقابية المدير العام بدفع الحوادث الإنتاجية للعاملين، رفض هذا الطلب متذرعا بأن الشركة تخسر، وفرع العاصمة بالذات يخسر، وحملك مسؤولية الخسارة التي حصلت في العامين الأخيرين، وطلب من اللجنة النقابية رفع ذلك إلى جهاتهم العليا. ابن القان! لدي 10 سيارات فرزت لهم من الشركة، لأبنائي ولزوجته ولمزرعته، ويحمل أنا مسؤولية تلك الخسارات. ولم يكتفي بذلك، بل قال أنك تعاقدت مع موردين للمواد الأولية بالسعر الأرخص، لذلك انخفضت نوعية ورق الحمامات التي تنتجه الشركة لتصبح رديئة. تعال. وماذا قال ابن؟ إنك تشتري مواد مهربة. ماذا؟ هذه معلومات تخص ميتي هنا في الفرع. أكيد أن هناك من سرب له هذه المعلومات. بالتأكيد يا سيدي. مكشوف يا شيخ. استغفر الله. قلت لهم ألا يتجسسوا. واستغفر الله. تعال. من يترى؟ لا أريد الإجابة يا سيدي، أرجوك. يبدو أنك تسترق معلوماتي وتصبرها عني. سيدي أنا أقول لك ما جرى فقط، أما عن الإشاعات فلا أذكرها مطلقا. تكلم يا عادل. سيدي إنك تحرجني. أطلق هذه الجوهرة. سيدي قد تصير لي حد إذا أخبرتك، قد يكون بريئا. وهل أنا مبتدئ بعلم الإدارة حتى أصدق كلام الإشاعات؟ ولكن نورني. هناك إشاعة تسرب بين العاملين تقول. ماذا؟ تقول بأن رئيس ديوانكم هو الذي نقل هذه المعلومات لأحد رجال المدير العام. معقول؟ إشاعة يا سيدي. لا، رئيس الديوان أحد رجال المخلصين وأحد الذين أثق به. مستحيل. إذا لا تظن صرح. أمكسور هو حتى يعترف عن نفسه. إذا لا تتسرع ولا تتصرف أي تصرف يشيل الرجل. من يعترف؟
هذه معلومات تخص ما يجري هنا. سيطرة أيتها السيدات والسادة، عنوان هذا الدرس الشطار. فقد نسي الأستاذ عمر أنني أشاركه جلساته، وأن هذه المعلومات يملكها من الآخر كما يملكها رئيس الديوان الذي يشاركه سرقاته ولاعبه. لذا قمت أنا العبد الحقير لله بتسريب هذه المعلومات لأحد رجال المدير العام بعد أن وعدني بأن أكون خارج السور. أرأيتك مجيد اللعب، وهذه تسمى شطار. أستاذ عمر، هل انتهت من مركزك بهذا الكلام الذي نقلته لحضرتك؟ لا تخف على مركزي يا عاد، أنت ناسي الذين يحمون ظهري، وعندي درج أفتحه متى أشاء. لم أفهم. ولن تفهم يا عادل، لدي مستمسك هنا على كل واحد منهم، ابتداء من المدير العام مرورا برئيس الديوان الى ان باصغر عضو في لجنه النقابيه. اذا لا تخشى شيئا، لكن الامر الذي لم انتبه اليه هو انت جوهره يا عادل. جوهره جوهره تلميذك يا استاذ عمر. كلا ستصبح ترميذي. وبدأت المعركة، وتصارع الرجال، وتباطح الأبطال، ولم أظهر أنا على أرض المعركة، وقد استيقظوا الصباح أحد الأيام وقالوا هدنا. فقد اتفق المديران الفرعي والعام على هدنة، وكانت نتيجة المعركة لا غالب ولا مغلوب، وظل كل منهما في موقعه وراحت على الصغار إلا أنا. الرجل المناسب في المكان المناسب، حال ما شئت فأنت خير حاسب. الرجل المناسب في المكان المناسب، حاسب ما شئت فأنت خير حاسب. أوف وعلى استغفر الله وعلى على 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 حظي المسخر. لا
أكلف السيد عادل مصطفى بمهمة رئيس الديوان لفرع العاصمة لشركة ورق العمامات. الرجل المناسب في المكان المناسب، حاسب ما شئت كفى أنت خير محاسب. الرجل المناسب في المكان المناسب، حاسب ما شئت. وهكذا أصبحت رئيس الديوان بفضل المساعي الحميدة للسيد مدير الفرع. ولكن كيف أصعد إلى أعلى من هذا المنصب وأنا لا أنتمي إلى أي حزب؟ الرجل المناسب في المكان المناسب. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك مصطفى. مصطفى شكرا لك يا مصطفى، طيب هذا الرجل، نعم بركة هذا الولد. تفضل تفضل يا مصطفى، هيا هيا بركة هذا الولد، جميل جدا، نعم يا سيدي. لماذا لم تخبرني؟ أخبرك بماذا يا أستاذ عمر؟ لقد صار لنا عدة سنوات ونحن نتجالس، بل إن جلساتنا تطول حتى الصباح. ولا أعرف أنك لست حزبي. ولكني رئيس اللجنة النقابية. هذا لا يكفي يا نبي، عليك أن تنتبه لهذه النقطة المهمة وتنتزع. وما أدراك أنني لم أنتبه؟ لو انتبهت لزلت. لقد انتبهت منذ مدة طويلة، خاصة وقتما كلمتني برئاسة الديوان وقدمت أكثر من طلب للانتساب، لكن جميع طلباتي كانت ترفض. ترفض؟ لماذا؟ بسبب المهندس غسان. غسان الجزار ما غيره؟ نعم، دائما يقف ضدي. إنها قصة طويلة تمتد لسنوات. أين يعني؟ نحن أولاد حارة. عجيب، ابن حارتك ويعرضل طلبك، لماذا؟ آخر الأسباب علاقتي معه، كان يحرر الناس ضدي ويقول كما خمنت تماما، إنه يظن نفسه الشريف الوحيد في الدنيا، وأنه خلق لكي يقوم الناس. حاول أن تتصرف معه، خلال أيام ستحصل تغيرات هنا بالشركة. هنا؟ هنا وعلى المستوى الشركة العام. صاحبنا المدير العام سيبك، بل اعتبره طار. طار؟ وهل هذه أخبار مفرحة لنا؟ بالتأكيد يا عادل، فمن للإدارة العامة غيري أنا؟ ها؟ وأنا؟ إن وقع الخير لأخيك وقع لك. لقد رشحتك بقوة لكي تحل مكانك، ولكن عندما درست ملفك اكتشفت أنك لست حزبي، إذا يجب أن تتصرف مع المهندس غسان الذي يعيق أهم خطوة في حياتك. لماذا يا غسان؟ لماذا كل هذا الجزاء يا غسان؟ لماذا؟ فسر لي،
فسر لي كيف أصبحت رئيسا للجنة النقابية. فسر لي كيف أصبحت رئيسا للجنة المشتريات. فسر لي كيف أصبحت رئيسا للديوان. ماذا يحدث هنا؟ فضيحة. فضيحة. إذن أنت تحسدني على مناصبي. أتسمي هذه مناصب؟ ثم أنني مهندس ولا أحسد أحدا. أجبني كيف وصلت. أجب. أنا سأجيب. أنت وصلت على حساب زملائك بالنميمة، بالتدلل، بتمرير الصفقات لصالح مدير الفرق. هل عرفت لماذا أعارض؟ ماذا أفطار؟ يعني فكعات المصطفى قصير وبلا شجر. أنا وأنت تعارض على أساس البلد. إنك جيفة. كشفني الملعون. سامحك الله يا غسان، هذا ظنك بي. هذه حقيقة وأنا أعرضها، سواء عندما كنا في الحارة أو في المدرسة أو هنا. مكشوف لي ولغيري من الناس الطيبين وهم كثر. إننا أولاد حارة يا غسان. ولأننا أولاد حارة ونعرف بعضنا جيدا، يجب أن أقوم بواجبي وأمنع تسربك إلى الحزب. جميل. ¡Gracias!
أفن القانون يرحمك الله. أولاً يستطيع فرع الشركة بقوادره الحالية أن يقوم بنفس العمل الذي سيقوم به المتعهدون. وثانياً على ما أذكر وتذكر أنت أن المناقشة راست على المتعهد محمد الوزار. محمد الوزار؟ نعم. قلت لي محمد الوزار، ولكنني أذكر وتذكر أنت عدة مرات بأن محمد الوزار هو اسم واجهة نصار الحاج بكري، والحاج بكري يريد التعهد باسمه مباشرة، وتريدني أن أتحمل مسؤولية أكبر من الأولى، مسؤولية التسويق. أنا أقف أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأنت تأتي بجدك. حاضر. هل أصدق الكلام الذي تتفوهه؟ نحن أصدقاء، وعلامة على كوننا أصدقاء فأنا مدير الفرع، يعني مسؤولك المباشر، وأمرك بالتوقيع وتسيير أمور الحاج بكري. إنها صفقة، صفقة ستفيدنا الملايين، وسأعطيك الثلث. أستودعك الله. ابن الكلب، هذا الذي صنعته. صحيح صحيح. أرسله أنا بقلب طيب، رشحته لكي يحل مكاني عندما كانت الفرصة مؤتية لكي يكون مديرا عاما. أيضا صحيح، لك كل شيء في أوان. أنا سأريد. المهم أن المدير العام صعق عندما سمع بخبر صدامي مع الأستاذ عمر، لأنه كان يظنني تابعاً كلياً له. وبالمناسبة إنما زاد من قوة المفاجأة لديه جراء موقفي هذا هو كونه لم يعلم بأن السيد عين الذي يدعم مدير الفرع قد تخلخل مركزه. والسبب إنني سريع كالصاروخ، وشمشمتي تفوق اكتشافات 4 طائرات واكس. وبعد يومين اتجهت نحو مدير الفرع واصطنعت صداما معه، ولكني يا سيد المدير انا بحاجة الى هذه الاجازة، وتتيح لي السفر والتفرغ الى شهادة الدكتوراه. اسف، ضرورات العمل في الشركة يا عادل لن توقعها. العمل لن يتوقف دون ثم انه مستقبل هذه الفرصة لكي احمل لقب العلمية. لا نوقع، والشركة الآن في عز العمل وأنت رئيس ديوانها. توقع. هذا ظلم يا أستاذ عمر. ولا نوقع. إذن قدم استقالتك. لست أجير في بيتي بك حتى أقدم استقالتي. هناك سلطات أكبر منك يا عمر. ولن أوقع. لذلك
سرعان ما استدعاك. هل طردتني يا سيد؟ صحيح أنني لا أعرفك جيدا ولا أشاهدك إلا في اجتماعات مجلس الإدارة إلى الديوان، إلا أنني أعرف عنك كل شيء، صدقني كل شيء. أنت شاب واعي ومثقف، وأنا معجب بك وبطموحك وبذكائك. مرفوضة. ها عد، أين طلب الإجازة؟ لم أفتح فمي بعد. ألم أقل لك بأنني أعرف عنك كل شيء؟ هات يا رجل. أيضا مرفوضة. هات. تفضل يا سيدي. شهر فقط؟ شهر ولم يوقع لك إياها؟ تصور يا سيدي، تصور. عد، تعال. من يخلص لي؟ أنا المراقب. الأدلة والوثائق يلزمها الكثير من الوقت. وأنا الآن منهمك بالتنفيح رسالة الدكتوراه وطبعها ومتابعة أمور السفر. عندما أعود سأتفرغ لأستاذ عمر وأصحابه. هذا وعد. نعم يا أستاذ برهان. مبروك. شكرا. أهلا وسهلا أستاذ عادل. أنت الآن مسجل على قناة فوكس الإخبارية. شكرا لكم. شكرا شكرا. عدت وأنا أحمل لقب الدكتوراه في تصنيع ورق الحمام. ماذا يفعل؟ عدت في تصنيع ورق الحمام وصار اسمي. ما بال هذا الجهاز؟ مرة أخرى. عدت وأنا أحمل لقب الدكتوراه في تصنيع ورق الحمام وصار اسمي. أيوه يوه منك. مرة أخرى. عدت وأنا أحمل لقب الدكتور. ليس هذا الذي يجب علينا أن نقابله؟ أي؟ طيب. فاصل فكاهة. عدت وأنا أحمل لقب الدكتوراه في تصنيع ورق الحمام وصار اسمي دال نقطة عاتب وصرت أوقع بذلك. نعم يا سيد. مناقشتي في رسالة الدكتوراه. ماذا كان فحواها؟ ماذا كان فحواها؟ فحوى رسالة؟ نعم. فواحة يا سيدي. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. أتيت بورقة حمام طبقتين، ورقة حمام ثلاث طبقات، ورقة حمام ورقة واحدة سقطت يا سيدي. فقط ورقة حمام طبقتين أيضا سقطت يا سيدي. لماذا؟ تجرح المسحة يا سيدي. جميل. ورقة حمام ثلاث طبقات نجحت في المسحة يا سيدي. مسحة ماذا؟ مسحة اليد مثلا. نعم يا سيدي. ورق حمام لماذا؟ نعم يا سيدي. نعم دكتور. نعم. لقد حدثتني كثيرا عن رسالة التخرج. ألف مبروك للمرة الثانية. شكرا لك يا دكتور. قلت لك يا دكتور. وانت أنت دكتور. نعم يا سيدي. الدكتوراه والدرجة العلمية هذه يا سيدي. دكتور عادل. لقد وعدتني وعدا قبل سبب. وأنت قد وعدت. وعدتك بماذا؟ أذكر أنك قلت أن يخلص لك يعني المراد. وأنا عند وعدي. وأنا عند وعدي بالدور. هذه ورقة مع الأدلة وأسماء الشهود. رائع. إنك عظيم يا عادل. عفوا دكتور عادل. لأنه يستطيع إرسال التقرير إلى الفور، إلى الجهات المعنية والأمنية. وأن لا ينسى بأنني قد سهلت له بعض الأمور. تواثق منه كل ثقة يا سيدي. احذر من أن يكون من النوع الذي يتمسكن حتى يتمكن. لا، ليس من هذا النوع أبدا. وما أدراك. يكفي أنه قدم لنا الدلائل والبراهين التي بواسطتها سوف يدان الواطن ويزاح عن مركزه مهما كان الظهر الذي يسلك. عظيم. كتب تقريرا عليها يشرح طرق النصب والاحتيال التي يتبعها مدير الفرع. غير معقول. التقرير عندك؟ نعم بدوتي، وغدا سوف أحيلها إلى الجهات المختصة. قدم لي صورة فورية منه، سأشتغل فيه أنا الآخر اعتبارا من الغد، وبعد غد تجمده عن إدارة الفرع بقرار منك.
كمدير العام. حسن، والذي بعد؟ قلت لي والذي بعد. تكلف رجلك بمهام مدير الفرد مجرد تكليف، وبعد شهر يحين دوري. وبالفعل أصبحت مدير الفرد، وبقيت مستمرا في هذا المنصب حتى قابلت مستر سين شخصيا. اتركوه، تفضل يا عادل. مرحبا يا سيد. اهلا اهلا. مرحبا. تفضل. تفضل. شكرا يا عادل. اهلا وسهلا يا عادل. مرحبا يا سيد. مرحبا يا سيد. لقد حدثني الاستاذ مرهان عنك كثيرا، ارجو ان تنجح في مهمتك الجديده. مهمه؟ سنكلفك باداره فرع العاصمه لشركه ورق الحمامات. ماذا يا سيدي؟ لا اصدق اذني. بل صدق يا دكتور، صدق، سيصدر قرارك قريبا جدا في غضون ايام. شكرا لكما. شكرا لك يا سيدي. مبروك يا دكتور. شكرا لكما. الف مبروك يا دكتور عادل. شكرا شكرا. الآن الدرس الأخير. مهما تعلمتم من تلك الدروس أيها السادة فهذا أهم درس. قلب ميت. مرحبا يا سيدي. اهلا اهلا عادل. تفضل تفضل. اتعرف يا عادل، انا لم اقابل بالسابق شخصا بذكائك وشجاعتك. هذا تقدير لا استحقه. الم اقل لك بانك ذكي؟ انت لا تتفاخر بنفسك امام من هم اعلى منك. وستبقون يا سيدي دائما اعلى منك. اسمع يا عادل، لقد اشتريت هذا المنزل الصغير خصيصا لوحدي. وقت هروبي من ضغوط العمل لا احد يعلم عنه الا قله قليله. وانت منهم، وأنت منهم يا عادل. عادل عادل. لا تخف، ستشعر بالألم مدة 20 دقيقة فقط. عادل، مدة لا تقارن بآلام العديد من البشر. عادل، فسم الاستركنين سيجعلك تموت، وكأن ضغط دمك ارتفع لسبب ما. وما أكثر الأسباب في عالمنا هذا؟ ألم أقل لكم بأنه أهم درس أيها السادة؟ انهيار مبنى كبير وسط المدينة وراح ضحاياه عدد كبير من الأرواح. وقد أكد مصدر أمني إن أساسات المبنى لم تكن جيدة بسبب فساد المسؤولين. أخبار اليوم، شهد المستقبل الوطني لبلادنا هزيمة نكراء من نظيره، ولم تكن الخسارة الأولى، وذلك بسبب تدني مستوى الرياضة عندنا.
من المسؤول؟ باريون. صرح مسؤول أمني بقرار إزالة المسارح وبناء مكانها مجمعات وشركات عقارية. أخبار اليوم: أزمة سكنية يعاني منها المواطن، أسعار الإيجارات بارتفاع. من المسؤول؟ أخبار اليوم: الشعب يناشد وزارة الصحة لتوفير أماكن شاملة للحالات الطارئة. أخبار اليوم: شهد المدير أزمة سكنية يعاني منها الشعب، يناشد وزارة الصحة لتوفير أماكن شاملة.